بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يجب شكراً لمن نحب، وتأدباً أمام أهل الشرف والأدب، والصلاة والسلام على من أعجز الله به الفصحاء الألسن وجعله قدوةً لكل من اهتدى وأحسن فأحبه الناس لفعله ولم تره الأعين. أما بعد، سعادة محافظ محافظة ميسان الأستاذ عبد الله بن حسن الفيفي وصاحبه الكرام رؤساء المراكز الأفاضل، رؤساء الدوائر الحكومية، مشائخ القبائل، الأعيان، رجال أكاديميين، رجال الثقافة والأدب والإعلام، العواني الكرام، عطية بن محمد القرن العاني وإخوانه وأرحامهم وأقاربهم، رجال الأمن المتقاعدين ومن هم على منصات الشرف والتضحية، شعراء الحفل، الضيوف الأكارم، كل على مقامه، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيوفنا الأكارم، تطللكم السماء بترحيبنا وتقلكم الأرض بحفاوتنا، ويسطر الشرف تاريخ لمناسبتنا في بهجة حفل لفايز الشبل وابن جمعان الحصين. تنعم لكم الصدور، فمرحبا مرحبا ما هلت السحائب بالمطر، ومرحبا ما تلاقلت الركبان الخبر، فسطر بهذا الزواج وجهة في صفحات القدر. الضيوف الأكارم، الشيخ جمعان بن عطية الحصين الثقفي وإخوانه وأولاده وأسرة الحصين وقبيلة بني جاهل وثقيف عامة، يرحبون بكم بدون تخصيص، فحياكم الله جميعا. حللتم أهلا ووطأتم سهلا في الطائف المأنوس في هذه الليلة الماطرة.